السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم باشمهندسة دعاء موسى، ومكملين مع بعض في سلسلة فيديوهات ستيل ستراكشر 2. وهنتكلم في الفيديو ده عن الموضوع الثامن والاخير، هو ديزاين اوف كومبوزيت كولوم. عايزين نصمم العمود المركب المكون من قطاع حديد وخرسانة وحديد تسليح. احنا حرفيا مش هنصممه، احنا هيكون جايلنا القطاع، واحنا كل المطلوب مننا نحسب قيمة الاسترس الالاول اللي بيقدر يتحمله العمود ده. تمام كده؟ قبل ما ندخل في الدرس بتاعنا، يهمني ان نعرف ان انا عندي نوعين من الاعمدة. عندي نوع اسمه encased section. الانكيزد سيكشن ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطاع ستيل. القطاع الستيل ده بيكون محاط بخرسانة مسلحة. او عندي نوع تاني اسمه filled tube. الفيلد تيوب ده هو عبارة عن تيوب من الستيل، قطاع ستيل، ممكن يكون بوكس سيكشن، ممكن يكون سيركولر، وبيتم ملئه بخرسانة مسلحة. تمام يا شباب؟ تعالوا نبدأ مع بعض الدرس بتاعنا. احنا اتفقنا ان احنا مش هنصمم، احنا العمود هيكون جايلنا، كل اللي مطلوب مننا اننا نعرف قيمة الاف سي الالابل او الاسترس الالابل اللي بيقدر يتحمله العمود ده في الكمبريشن. تمام كده؟ مبدئيا كده القوانين اللي موجودة قدامنا دي هتكون جاية جيفن في الامتحان، يعني انت مش مطلوب منك ان انت تحفظها. تعالوا نقراها مع بعض وبعدين نحل امثلة. بيقولك ان الاف كومبريشن او الستريس الكومبريشن بتاعي بيساوي 0.58 ناقص حاجة اسمها الفا في اف واي ام فلامدا سكوير. الكلام ده كله مضروب في اف واي ام. المعادلة دي امتى؟ لما تكون اللامدا اقل من او تساوي 100. والاف سي بتساوي 3.57 اي ام على لامدا سكوير. الكلام ده لما تكون اللامدا اكبر من 100. ايه الالفا وايه الاف واي ام وايه الاي ام دي؟ مبدئيا كده الاف واي ام هي عبارة عن الاف ييلد الموديفايد او الاف ييلد المكافئة للمواد اللي انت تستخدمها في العمود ده. تستخدم في العمود ده ستيل، قطعات ستيل، وهتستخدم حديد تسليح، وهتستخدم خرسانة مسلحة. فانت عايز تجيب الاف ييلد الموديفايد بتاعت التلات حاجات دول. فهي عبارة عن ايه؟ الاف ييلد بتاعت الستيل سيكشن زائد الاف ييلد بتاعت حديد التسليح مناسبة للستيل. بنسبها للستيل سيكشن ازاي؟ عن طريق ان انا بضربها في ثابت اسمه سي واحد، وبضربها في نسبة مساحة حديد التسليح مقارنة بمساحة القطاع الستيل زائد الاف سي يو بتاعت الخرسانة مناسبة لقطاع الستيل. مناسبة ليه ازاي؟ عن طريق برضو ان انا بضربها في ثابت اسمه سي اتنين، وبضربها في نسبة مساحتها مقارنة بمساحة القطاع الستيل. دي كده اللي هي الاف ييلد الموديفايد. طيب ايه هي الاي ام دي؟ الاي ام دي هي عبارة عن معامل يانج الموديفايد، اللي هو عبارة عن ايه؟ انا استخدمت هنا ستيل واستخدمت خرسانة، يبقى عبارة عن معامل يانج بتاع الستيل زائد معامل يانج بتاع الخرسانة مناسب للستيل، عن طريق ان انا هضربه في ثابت اسمه سي تلاتة، وهضربها في نسبة مساحة الخرسانة مقارنة بمساحة القطاع الستيل. طب ايه الثابت سي واحد وايه الثابت سي اتنين وايه الثابت سي تلاتة دول؟ هتلاقي عندك ان السي واحد بتساوي 7/10، والسي اتنين بتساوي 48%، والسي تلاتة بتساوي 2/10. دي في حالة الاعمدة الانكيزد. اما لو انت شغال العمود بتاعك فيلد تيوب، فهتلاقي الثابت سي واحد بواحد، وسي اتنين ب68%، وسي تلاتة ب4/10. تمام كده؟ يبقى انا كده قدرت اجيب الاف ويلد الموديفايد ومعامل يانج الموديفايد. بعد كده في عندي حاجة اسمها الفا، وهي نسبة. النسبة دي بتساوي 0.58 في 10^4 اف ييلد موديفايد ناقص 3.57 اي موديفايد. الكلام ده مقسوم على 10^4 اف ييلد موديفايد تربيع. يبقى انا
اعرف اجيب الاف يلد الموديفايد ومعامل يونج الموديفايد والالفا. طب عشان اشوف ان انا هشتغل على المعادلة الاولى او المعادلة التانية، محتاج ان انا احسب معامل النحافة. معامل النحافة اللي هو اللندا عبارة عن ايه؟ الباكلينج فاكتور في طول العمود مقسوم على الاي المينيموم. طبعا بنحسب اللندا في اتجاه اكس وبنحسب اللندا في اتجاه واي، وباخد الماكسيمم منهم، وهي دي اللي بختار منها سواء اشتغل بالمعادلة الاولى او هشتغل بالمعادلة التانية. بس في ملحوظة هنا، ان الاي بتاعتك سواء اي سمول اكس او اي سمول واي لازم تكون اكبر من او تساوي 3/10 عرض العمود. طب لو حصل وطلعت اقل من 3/10 عرض العمود، ساعتها انت بتاخد القيمة بتاعتك ب3/10 البي، وبتتجاهل القيمة بتاعت القطاع. ازاي؟ زي ما هنشوف مع بعض في الامثلة. تعالوا نشوف المثال الاول. انا معايا عمود، العمود ده عبارة عن قطاع ستيل، بيقول لي ان هو HEB 300، محاط بخرسانة مسلحة، ابعاده 400 ملي في 400 ملي، وفي عندي حديد تسليح عبارة عن 8 × 20. الباكلينج لينس في اتجاه اكس ب1000 سنتيمتر، والباكلينج لينس في اتجاه واي ب500 سنتيمتر. نوع الحديد بتاع القطاع الستيل هو ستيل 37. الخرسانة بتاعتي ال FCU ب250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. حديد التسليح ال F yield على ال F ultimate ب36/52. هاجي اول حاجة قلنا هعملها هي ايه؟ اجيب اللمدة الماكسيموم. هحسب لمدة X عبارة عن KX في L على I small X، ولمدة Y KY في L على I small Y. يبقى هاخد العمود اللي هو HEB 300 ده، وادخل اجيب بياناته من الجدول. محتاج المساحة بتاعته 149 سنتيمتر مربع، ومحتاج اي سمول اكس بتاعته ب13 سنتي، واي سمول واي 7.58 سنتي. هلاحظ ان انا لما هاجي احسب اللمدة بتاعتي، قلنا لازم الاي سمول تكون اكبر من او تساوي 3/10 عرض العمود. يبقى لازم اشوف اي سمول اكس واي سمول واي اكبر من او تساوي 3/10 عرض العمود ولا لا. فهاجي احسب 3/10، العمود بتاعي عرضه 40 سنتي يعني 12 سنتي. اي سمول اكس اكبر من 12 يبقى تمام، لكن اي سمول واي اقل من 12، يبقى انا لما هاجي اعوض هعوض باي سمول واي بقيمة 12 سنتي مش القيمة اللي في الجدول. فهحسب هنا لامدا اكس طلعت لي ب76.9، وهحسب لامدا واي طلعت لي ب42. طبعا الماكسيمم فيهم هو 76.9 اللي هي بالتقريب 77. طلعت اللمدة ماكسيمم ب77. يبقى كده لما هاجي ادخل اختار معادلة، اختار المعادلة الاولى ولا التانية؟ تمام، انا عندي اللمدة اقل من 100، يبقى هختار المعادلة الاولى. طيب انا عشان اشتغل محتاج اجيب الـ F yield الموديفايد ومعامل يونج الموديفايد واجيب الالفا. مش احنا قلنا الـ F yield دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاف فيلد بتاعت الستيل واف فيلد بتاعت حديد تسليح مناسبة للستيل، واف سي يو بتاعت الخرسانة مناسبة للستيل. يبقى محتاج اول حاجة اجيبها ستيل 37، الاف فيلد بتاعته ب2.4. حديد التسليح قال ان الاف فيلد على الاف التمت ب36/52، يعني عندي الاف فيلد هنا ب3.6 لحديد التسليح، وعندي ال FCU ب250 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، يعني ب25/100 طن على السنتيمتر مربع. بعد كده في المعادلة محتاج مساحة القطاع الستيل، ومحتاج مساحة حديد التسليح، ومحتاج مساحة القطاع الخرساني. مساحة القطاع الستيل اللي هو HEB 300 من الجدول ب149 سنتيمتر مربع. مساحة حديد التسليح قال لي 8/20، يعني 8 في مساحة السيخ الواحد باي 2² على 4، طلعت لي ب25.13 سنتيمتر مربع. مساحة القطاع الخرساني عبارة عن ايه؟ عبارة عن 40 سنتي في 40 سنتي. طيب هستخدم الثوابت الخاصة بالانكاس دي كولوم ولا بالفيلد تيوب كولوم؟ طبعا هنا قطاع ستيل محاط بخرسانة، يبقى ده نوعه انكيزد سيكشن.
يبقى هستخدم الثوابت اللي هي السي واحد بتاعتي بسبعة من عشرة، سي اتنين بتمانية واربعين من مية، سي تلاتة باتنين من عشرة. هبدأ أعوض بالإف واي إم. الإف يلد بتاعت قطاع الستيل اتنين واربعة من عشرة زائد الثابت سي واحد بسبعة من عشرة في إف يلد الحديد التسليح تلاتة وستة من عشرة في مساحة حديد التسليح مقسوم على مساحة القطاع الستيل، زائد الترم الخاص بقى بالخرسانة سي اتنين اللي هي تمانية واربعين من مية في الإف سي يو بتاعت الخرسانة اللي هي خمسة وعشرين من مية طن على سنتيمتر مربع في مساحة القطاع الخرساني مقسومة على مساحة القطاع الستيل. طلع معايا الإف فيلد الموديفايد بأربعة ومية واربعتاشر من ألف طن على سنتيمتر سكوير. هاجي بعد كده أجيب معامل يانج الموديفايد عبارة عن إيه؟ الستيل بتاعي سواء حديد التسليح أو قطاع الستيل معامل يانج بتاعه بألفين ومية طن على سنتيمتر سكوير، زائد عندي الثابت اللي هو سي تلاتة باتنين من عشرة مضروب في معامل يانج للخرسانة اللي هو بميتين وعشرة طن على سنتيمتر مربع مضروب في مساحة القطاع الخرساني مقسومة على مساحة القطاع الستيل. طلع لي معامل يانج الموديفايد بألفين خمسمية واحد وخمسين طن على سنتيمتر سكوير. بعد كده هاجي احسب الالفا من القانون، هيطلع لي ان الالفا بتاعتي تمانية واتنين وسبعين من مية في عشرة اس سالب ستة. هبدأ اعوض في المعادلة بتاعت الاف سي لما تكون اللمدة اقل من كام؟ من مية. المعادلة كانت بتقولي بوينت خمسة تمانية ناقص الالفا اللي هي تمانية بوينت سبعة اتنين في عشرة اس سالب ستة مضروبة في الاف واي ام اللي هي اربعة ومية واربعتاشر من الف مضروبة في اللامدا سكوير اللي هي سبعة وسبعين سكوير. الكلام ده مضروب كله في الاف واي ام، طلع لي ان الاف سي الالابل بواحد ونص طن على سنتيمتر سكوير. اوقات بيطلب مني ان انا احسب الماكسيمم نورمال فورس اللي هتيجي على العمود ده، مش انا عندي القوة الماكسيمم بتيجي نتيجة الاسترس الالابل، صح ولا غلط؟ يبقى لو انا عايز الاف الماكسيمم هي عبارة عن الاف سي الالابل اللي انا حسبتها في مساحة القطاع الستيل بس، يبقى عبارة عن واحد ونص في مساحة القطاع الستيل اللي هو مية تسعة واربعين. طلع ان الاف ماكسيمم بتاعتي بمتين تلاتة وعشرين ونص طن. طبعا ما يجيش حد يقول يعني بمتين اربعة وعشرين، لا انت في الماكسيمم بتقرب للأقل مش للزيادة. يعني ما ينفعش اقول ان القطاع ده يتحمل ميتين تلاتة وعشرين ونص طن بس وانت تشيله ميتين اربعة وعشرين. تمام يا شباب، هي دي بتكون مسألة الكومبوزيت كولوم، مسألة بسيطة جدا وان شاء الله مضمونة يعني. طيب تعالى نشوف شكل تاني من المسائل. في المثال ده بدل ما انا شغال على قطاع انكيسد سيكشن شغال على قطاع فيلد تيوب. عبارة عن ايه؟ عبارة عن قطاع ستيل بوكس سيكشن بالمنظر ده، طوله 400 ملي وعرضه 400 ملي والثكنس بتاعه 6 ملي، تمام؟ وجواه الخرسانة. لو انا اشتغلت بنفس بيانات المسألة اللي فاتت ان انا عندي ال باكلنج اكس ب 1000 سنتي وال باكلنج واي ب 500 سنتي وابدأ اشتغل. اول حاجة القطاع ده مش موجود في جدول او مش جاي له جدول، بس انا اقدر احسب له الاريا بتاعته واقدر احسب له الانيرشيا بتاعته والراديوس اوف جيريشن بتاعته. مساحته عبارة عن ايه؟ انا عايز مساحة الستيل، فهي عبارة عن المساحة الخارجية ناقص المساحة الداخلية. لو الطول ده 40 والعرض 40 يبقى المساحة الخارجية 40 في 40. طيب الطول الداخلي ده هو عبارة عن ايه؟ 40 ناقص 6 من عشرة من هنا و 6 من عشرة من هنا، يعني 38 و 8 من عشرة في البعد التاني اللي هو 38 و 8 من عشرة. طلعت لي المساحة ب 94 و 56 من 100 سنتيمتر مربع. لو عايز اجيب الانيرشيا في اكس او الانيرشيا في واي لان هو قطاع مربع هي هي، عبارة عن البعد الخارجي اس اربعة على الاتناشر ناقص البعد الداخلي اس اربعة على الاتناشر. طلعت قيمة الانيرشيا في اكس او في واي. عايز اجيب قيمة الاي سمول اكس او اي سمول واي، هي عبارة عن ايه؟ الجذر التربيعي للانيرشيا على الاريا. طلع معايا اي سمول
ب16 و1. هاجي احسب لامدا اكس هتطلع معايا ب62 و11 من 100، ولامدا واي هتطلع معايا ب31، يبقى الماكسيمم كام؟ 62 و11 من 100. طبعا 16 و1 دي يا شباب انا قارنتها برضو بالتلاتة من عشرة البي اللي هي كانت ب12 سنتي، مش البي هنا 40 سنتي، ف16 و1 اكبر من 12 يبقى هشتغل بالقيمة اللي هي طلعت لي، لكن زي ما اتفقنا لو كانت اقل يبقى هاخد التلاتة من عشرة البي. بعد كده هحسب الاف ييلد الموديفايد، بس هلاحظ ان انا عندي مفيش حديد تسليح، فهلاقي ان الترم بتاعه بزيرو، واطلع قيمة الاف ييلد الموديفايد طلعت 5.27، وهطلع معامل يانج. طبعا انا عندي هنا في قطاع ستيل وفي خرسانة، يبقى هعوض عادي جدا، هيطلع معايا معامل يانج 3521 طن على السنتيمتر سكوير. بعد كده هعوض في قانون الالفا، طلعت قيمة الالفا 6.48 في 10^6، هبدأ اعوض بالاف يلد الموديفايد ومعامل يانج الموديفايد والالفا في قانون الاف سي لما تكون اللامدا الماكسيموم اقل من كام؟ اقل من 100. طلعت معايا الاف سي 2.36 طن على سنتيمتر سكوير. وبرده لو انا عايز الاف ماكسيموم، لو مطلوب مني احسب قيمة الاف ماكسيموم، هي عبارة عن قيمة الاف سي مضروبة في مساحة القطاع الستيل فقط. طلعت معايا الاف ماكسيموم 223.38 طن. لما يكون القطاع فيلد تيوب بالمنظر ده، يبقى لازم ان انت تنوه وتقول لابد من عمل حماية من الصدى او الحريق للعمود. تمام يا شباب. اخر حاجة معايا لما يكون العمود بتاعي كومبوزيت بيم كولوم سيكشن، يعني هو عمود بيم كولوم بس كومبوزيت. طالما بيم كولوم يعني عمود معرض لنورمال ومعرض لمومنت، فلما بتيجي تعمل تشيك تعمل تشيك على الانتر اكشن ايكويشن. طيب انا عشان اعمل تشيك على الانتر اكشن ايكويشن لازم اعمل ايه؟ فاكرين معادله الانتر اكشن ايكويشن كانت عباره عن ايه؟ الستريس الاكشوال اللي جاي من النورمال على الستريس الالاوبل للنورمال، زائد الستريس الاكشوال اللي جاي من المومنت على الستريس الالاوبل للمومنت مضروب في الثابت ايه، لازم يكون اقل من الواحد. الستريس الاكسوال اللي جاي من النورمال هو عبارة عن ايه؟ النورمال فورس على الاريا، بيكون مديني قيمة للنورمال وانا ببقى عارف نوع القطاع فبقدر اجيب مساحته. طب الستريس الالابل او الستريس الالابل ده هو اللي هتحسب له الخطوات اللي احنا مشيناها دي، ان انت تجيب الاف يلد الموديفايد ومعامل يانج والالفا وتبدأ تعوض في معادلة الاف سي، يبقى كمان حسبت الاف سي. بعد كده عندك الاف بي اكس، هي عبارة عن ايه؟ الام اكس على الاس اكس. طيب الام اكس دي بتكون معطى، والاس اكس بتاعت العمود الستيل او القطاع الستيل بس، تقدر برضو انك تطلع الاف بي اكس. بعد كده في عندك الالاوبل ستريس للبندنج، هو عبارة عن 72% الاف فيلد. يبقى لو انا جيت حليت المسألة بتاعتي الاولى اللي هي انكيزد سكشن، بس اضفت عليها ان النورمال فورس اللي جاي هو 40 طن والمومنت 15 طن، ومطلوب مني ان انا اعمل عليها تشيك، هعمل ايه؟ هبدأ امشي خطواتي عادي جدا لحد ما احسب قيمة الاف سي اللي كانت طالعالي ب1.5. بعد كده هبدأ اجيب بقية البيانات اللي انا هستخدمها في معادلة الانتر اكشن اكويشن. هحسب الاف سي الاكتوال اللي هي النورمال فورس اللي كان مديهوني ب40 طن على الاريا اللي هي 149، طلعت لي ب27% طن على سنتيمتر سكوير. واحسب الاف اكس او الاف بي اكس اللي هي ام اكس على اس اكس. هبدا اشوف العمود بتاعي اللي هو اتش اي بي 300 ده، ادخل الجدول واجيب قيمه الاس اكس بتاعته اللي هي 3480، والمومنت كان مديهوني 15 طن متر، طبعا هضربه في 100 لان الاس عندي هنا بوحدة السنتيمتر المكعب. طلعت من هنا الاف اكس ب 43% طن على سنتيمتر سكوير.
المفروض ان انا هبدأ اعوض في معادلة الـ interaction equation، بس مجهول عندي قيمة الثابت اللي هو ايه. طب ما احنا عشان خاطر نجيب قيمة الثابت، لو تفتكروا كنا بنقول ايه، اول حاجة كنا بنحسب الـ FCA على الـ FC. والله لو القيمة دي طلعت اقل من 15% يبقى الثابت بواحد، لكن انا عندي هنا زادت عن 15%، يبقى هحسب قيمة الثابت ايه. احسبها ازاي؟ المعادلة بتاعتي المعروفة اللي هي ال A بتساوي CM على 1 ناقص FCA على FEMX. ال CM 0.85 وال FCA انا حسبتها. ال FEMX كنا هناك في الأعمدة العادية كانت عبارة عن 7500 على اللامدا سكوير، صح كده؟ هنا عبارة عن 3.57 EM على اللامدا سكوير. عوضت طلعت قيمة ال FEMX 1.54، خدتها ورحت معوض بيها في قانون الثابت A، طلعلي ب1.3%. أقدر دلوقتي أعوض في معادلة ال interaction equation بتاعتي، ولازم القيمة بتاعتها تكون أقل من الواحد. طلعت 42% أقل من واحد، يبقى سيف. وبكده نكون خلصنا الموضوع الأخير وهو design of composite column. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.